دق ناقوس الخطر باكثر من مكان. طبعا احنا من احد الاماكن يعني الخطيره جدا المنقيمه هي البرج الشمالي من الجهه البرج الدفاع الشمالي، طبعا الصدع كبير حوالي 40 سم. طبعا وهذا اذا انهار هالبرج هذا راح ينزل الحجر حوالي 200 متر 200 250 متر، وصعب اعاده ترجعه الحجر اعاده عماره الحجر، لانه ما عندنا المعدات والامكانات فينا او الاليات اللي رجع الحجر على مكانه واعاده اعمار هالبرج او ترميمه. انا صار لي 20 سنه المكان جزء مني، انا بشوف القلعه اكثر ما بشوف بيتي، يعني اكثر ما بشوف بيتي وعائلتي يعني. فاي هون اي تاثر بالقلعه حقيقه انا بحس انه تاثر فيني انا، يعني انا بنزعج كثير وبطبيعه الحال بحزن على المكان. الأضرار التي طالت المواقع الأثرية المهمة جداً، قلعة حلب ومدينة حلب وقلعة صلاح الدين والحصن، هي أضرار ناتجة عن زلزال عنيف، تشققات وتصدعات وانزياحات، وهي بحاجة إلى خبراء دوليين لتقييم وتحديد مدى الضرر ومدى الخطر، وهل سيتطور هذا الضرر مستقبلاً أم لا، وبحاجة أيضاً إلى مداخلات إسعافية. قد أثر في القسم الغربي من الكنيسة أو كنيسة الغربية المطلة على وادي عفرين، قد تحطم واجهتها الشرقية المقوسة والعواميد الاستنادية والزخارف الأخرى. يعني ما كنا متوقعين أبداً جدران بعرض 3 أمتار، طبعاً الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن نحن لما بنشوف انه مثلا بنايه نزلت ربما لسوء معين بالبناء، اما كقلعه واقواس اقواس اقواس احجار ضخمه جدا معمره بشكل اقواس مقاومه لكل الضغوطات، انما الزلزال للاسف الشديد دمر قسم كبير منا بشكل يعني كثير كثير محزن.